solve the linear programming problem عايز minimize و maximize both ومديني ال objective function z equals to x plus 3y الانيكواليتي الاولى 2x plus y هنخليها equation ونجيب عليها نقطتين يبقى خط لو خدنا صفر يبقى 10 ولو حطينا الواي بصفر يبقى الاكس بخمسة يبقى صفر وعشرة وخمسة وصفر أوصل بينهم خط واكتب على الخط ده 2x بلس واي يساوي 10 الإيكواليتي التانية اكس مع 2y 8 يعني حطينا صفر يبقى 4 ولو الواي هي اللي بصفر يبقى الاكس ب8 يبقى صفر واربعة نقطة 8 وصفر نقطة نوصل ونكتب عليه اكس مع 2y يساوي 8 طبعا التقاطع بينه عند 4 و2 بس ممكن نجيبها من هنا لو ضربت دي في 2 هتبقى 2x زائد 4y يساوي 16 ونطرح 2 او 3 بقى نطرح 2 زي بعضه ناقص 1 هيديني 2x راحت مع 2x 3y يساوي انا ضربت في 2 يبقى 16 انا قلت 16 ضربت 6 ف 16 ناقص 10 6 اذا الواي ب 2 يبقى الاكس طالما دي ب 2 راحت يبقى 8 4 اللي هي نفس دي 4 و2 الاكس اكبر من صفر واي اكبر من صفر لو احنا بنتكلم على وهو هنا بيقول اكبر من اكبر من يعني عايزين الجزء ده خلينا نهشره ده عايزين الاكبر منه ده عايزين الاكبر منه الكورنرز اللي عندنا اكس وواي وزد تمانية مع صفر واربعة مع اتنين وصفر مع عشرة الزد بتساوي اتنين اكس مع تلاتة واي يعني تمانية في اتنين بستاشر اربعة في اتنين تمانية وستة اربعتاشر تلاتين المينيموم في دول هو الاربعتاشر اما المكسب مفتوح يعني ما لا نهاية وما لا نهاية فنقدر نقول نو ماكس والمينيموم يساوي 14 طالما unbounded ومفتوحة ده ياخد عادي ما لا نهاية وما لا نهاية فالقيم موجبة هنا فما فيش ماكسم طول ما تزود في الاكس والواي في عندنا قيم اكبر